القارئ صنع نفسه بنفسه ليحجز لنفسه مقعدا بين كبار قراء العالم، الشيخ عبد الناصر حرك. ولد القارئ الشيخ عبد الناصر سعد بن الباسط حرك سنة 1977 بقرية شبر اليمن مركز زفتة محافظة الغربية. بدأ حفظ القرآن الكريم في سن مبكر من عمره على يد جده الشيخ سيد حرك، ثم أتمه على يد الشيخ عبد الغني سرحان بكتاب القرية. بدأت موهبة الشيخ عبد الناصر حرك عندما سمعه والده الحاج سعد يقلد الشيخ راغب غلوش وهو ابن لسبع سنوات، واكتشف والده الموهبة مبكرا فحرص على أن يحفظه القرآن الكريم، وتمنى من الله أن يكون ابنه قارئا كبيرا مثل الشيخ راغب مصطفى غلوش، وقد وفقه الله لذلك. القارئ عبد الناصر سعد حرك الأكثر شعبية حول العالم الإسلامي، سافر إلى 46 دولة حول العالم، ويعد ثاني أكبر قارئ في مصر. سافر العديد من الدول العالم بعد الدكتور أحمد نعينع. سافر إلى بريطانيا وفرنسا وبلجيكا وكندا واستراليا والعراق وإيران واندونيسيا وبنغلاديش والهند، وهذه المرة الثانية بالإقليم يأتي الشيخ والعديد من دول العالم. المحكم الدولي في المسابقات العالمية، وهو الملقب بملك المقامات. برزان اما دواني خوشويس الشيخ عبد الناصر حرك زور حزي لارامية وحزي لويا جويلية بقرن دنگ دنگ ناكن هستيارة برانبر او خالة بو اوي بقات اللوتكي دربريني اعوازي خوي سواصانا كينا قرها وكاربان بر. تفضل يا استاذ. لله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. لأولي الألباب الذين يذكرون
يذكرون الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض نعم وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك الذين يذكرون الله يذكرون الله قياما وقعودا يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك 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 فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من أنصار
ربنا 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 إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ربنا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار حاضر ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا فاغفر
اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد إنك لا تخلف الميعاد الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن ما أعبد الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم
لكم دينكم ولي دين لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب هدى للمتقين صدق الله العظيم الفاتحة شكرا بارك الله فيكم الشيخ عبد الناصر حاتم.